تحية لكم سيداتي وسادتي في هذا النقل المباشر من مقر البرلمان لعاصمة المملكة الرباط، حيث يترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة طبقا لمقتضيات دستور المملكة. مراسيم حافلة بالرموز والدلالات الدستورية والسياسية والوطنية القوية التي تجسد عمق وتجذر الديمقراطية المغربية في كنف الدولة العلوية الشريفة. هي مناسبة دستورية سنوية لتجديد اللقاء بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قائد هذه الأمة ورمز وحدتها واستمراريتها، وبين ممثل الأمة بالبرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين. وأيضا موعد سنوي هام لاستعراض وطرح القضايا الكبرى للأمة وانشغالاتها ورسم خارطة طريق تعبئ الطاقات وتشحد الهمم لرفع كل التحديات وربح الرهانات وكسب كل معارك التنمية والتحديث والتطور. بعد تحية العلم على نغمات النشيد الوطني، يستعرض صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، تشكيلة من الحرس الملكي تؤدي التحية الرسمية لجلالة الملك. مناسبة وموعد سنوي هام في مسار الديمقراطية ببلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله. مناسبة لوضع خارطة طريق تلامس القضايا الراهنة، نابعة من حكامة التدبير الاستراتيجي والدور الريادي لجلالة الملك حفظه الله لتجاوز كل التحديات وربح الرهانات التي تواجه بلادنا. إنجازات وانتصارات تشكل مصدر اعتزاز وفخر للمغاربة قاطبة، ومصدر إعجاب وإشادة وتنويه من العالم بنفسه بفضل هذه الرؤية الملكية المتبصرة. غدا المغرب نموذجاً يحتدى ومضرب الأمثال على كل الأصعدة الدبلوماسي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الدوام كافة أفراد شعبه الأوفياء في مختلف جهات المملكة. هو استمرار لعقد الوفاء والإخلاص بين القمة والقاعدة، وترجمة ملموسة لقدسية عقد البيعة والولاء بين العرش والشعب. ومع كل التحديات والرهانات يخرج المغرب رابحاً مرفوع الرأس متوجاً بين سائر الأمم والشعوب بفضل الرؤية المتبصرة والسديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي تكرس دوماً قوة ومناعة بلادنا في مواجهة جميع الشدائد والأزمات والتحديات مهما كان حجمها. فحكامة التدبير الاستراتيجي والدور الريادي لجلالة الملك في تدبير تداعيات زلزال الحوز أثمرت نتائج.
نحييكم سيداتي وسادتي مجددا في هذا النقل المباشر من مقر البرلمان لوقائع ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وهي المراسيم التي تميزت بالخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمام ممثلي الأمة بالبرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين، خطاب ملكي سامي جدد فيه جلالة الملك حفظه الله التأكيد على إرادة البناء وإعادة الإعمار، كما شدد جلالته على الإسراع بإعادة التأهيل وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بعد الدمار الذي خلفه زلزال الحوز. ولم يفت جلالة الملك حفظه الله الإشادة بمظاهر التضامن التي أبانت عنها فعاليات المجتمع المدني وكل القوى الحية، والإشادة بتضحيات القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة وقوات الأمن والإدارة الترابية وكل المتدخلين. كل ذلك أظهر الانتصار للقيم المغربية الأصيلة، قيم وطنية جامعة يقول جلالة الملك حفظه الله كرسها دستور المملكة، هي القيم المؤسسة للهوية الوطنية الموحدة، قيم التلاحم القوي والبيعة المتبادلة بين العرش والشعب، وقيم حب الوطن والوحدة الترابية، وقيم التضامن والتماسك الاجتماعي. وقد دعا جلالة الملك حفظه الله إلى مواصلة التشبث بهذه القيم في تنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية الهيكلية التي تنتظر بلادنا. وفي ضوء هذه التوجيهات الملكية النيرة والواضحة يتطلع المغاربة قاطبة إلى تنزيل الأوراش التنموية الكبرى الرئيسية ذات الصلة بمواصلة تفعيل الإصلاحات الهيكلية ومواصلة تفعيل الورش الملكي لحمل الحماية الاجتماعية وتعزيز السيادة المائية والغذائية والصحية وجذب المزيد من الاستثمارات لخلق فرص الشغل، تكريساً للمغرب كأرض مميزة للاستثمارات الخاصة وتفعيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر، كلها مشاريع استراتيجية ورهانات تنموية واعدة تعد بالخير العميم والمستقبل الزاهر للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة والنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. إلى هنا نودعكم سيدتي وسادتي.